بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أيها الشعب السوري الكريم، أيها الشعب المنتفض، نحن كثوار على الأرض نريد أن نعلق على بعض الأحداث التي نعيشها ونعايشها، على بعض الأحداث التي مرت وتمر في هذه الأيام، وربما تعليقنا يكون أقرب إلى الواقع من تعليق غيرنا، أو ربما تكون نظرتنا أدق لأننا نحن نعيش الحدث ونعايش الحدث. هناك من يقول رأيه من خلال مراقبته الأحداث، وهناك من يعيش الحدث، فانطباع من يعيش الحدث ليس كانطباع من يراقب الحدث. ونحن نريد أن نعلق على بعض هذه الأحداث كأناس معنيين في القضية، وكأناس كثوار على الأرض ومحتجين ومنتفضين، نريد أن نوصل إليكم معاناتنا وما نحس به وما نشعر به من آلام في بعض الأحيان، ومن نجاح في أحيان أكثر إن شاء الله. نظرتنا إلى هذا النظام، نحن نعتقد كثوار بأن هذا النظام قد مات سريريا، ونعتقد كثوار بأن هذا النظام قد سقط. نحن عندما يقول الثوار الشعب يريد إسقاط النظام، هذه كلمة تعني المستقبل، ولكننا نحن نقول بأن النظام قد سقط فعلا. أولا، النظام فقد السيطرة، لم يعد ذلك النظام المتحكم المتجبر المتسلط الذي يصول ويجول ويذهب ويجيء ويأمر وينهى ويتصرف كما يحلو له. أصبح ذلك النظام المحشور في الزاوية، أصبح نظاما مقيدا مربطا مكبلا، ففقد السيطرة. حتى الجيش المتواجد المتوزع المنتشر في أنحاء البلد لا يستطيع أن يصل إليه الطعام إلا عبر قطعة أخرى من الجيش توصل الطعام إلى قطعة أو إلى ثكنة أو إلى حاجز. يعني أصبح الجيش يحتاج إلى جيش آخر حتى يوصل إليه الطعام. نقطة ثانية، كان رجل الأمن مثلا عندما يدخل إلى بلدة أو إلى مدينة أو إلى قرية، ربما يستطيع أن يأخذ نصف المديني دون أن يقول له أحد ماذا فعلت، دون أن ترف عين أحد، ودون أن يتجرأ أحد أن يقول لي ماذا فعلت. أما في هذه الأيام فنحن نرى ونلاحظ بأن القرية الواحدة أو البلدة الصغيرة لا يتجرأ الجيش أن يدخل إليها إلا عبر لواء كامل، عبر لواء كامل من الدبابات والمدرعات والمصفحات، وآلاف من الجند وعشرات من ناقلات الجند يستطيع بعدها أن يقتحم بلدة أو أن يداهم أو أن يحاصر بلدة. إذن هو فقد السيطرة تماما. الشيء الثالث، بأن النظام قد انهار اقتصاديا. النظام هو في الأصل نظام يعني لا يملك السيولة الزائدة ولا يملك الملاءة الواسعة، هو بالأصل نظام يعني نظام له نظرة خاصة في الاقتصاد، فما بالك عندما دخلنا في هذه الأزمة فقد انهار اقتصاديا. الآن أصبح يعني يتململ في دفع الرواتب للموظفين، أصبح متململا أمام العناصر والضباط والجنود الذين يقاتلون معه، أصبح متململا في دفع رواتبهم في بداية كل شهر. فالنظام في الحقيقة يعني انهار اقتصاديا، والانهيار الاقتصادي يعني هو ضربة قاضية، وهي ضربة العمود الفقري للنظام حقيقة عندما ينهار النظام الاقتصادي. الشيء الرابع، رقعة الاحتجاج ازدادت، انتشار رقعة الاحتجاج طولا وعرضا على مستوى البلد بشكل عام. كانت البداية في درعا، ثم قامت بانياس، ثم بعض حمص، ثم بدأت المدن تتوالى وتنتشر الاحتجاجات وينتشر تنتشر رقعة الاحتجاج حتى عمت الوطن كله. وهذا الذي يميز بين الاحتجاجات وبين الثورة. هناك من يسميها احتجاجات، أنا أقول لا، ليست احتجاجات. الاحتجاجات هي عندما يحتج بعض من الناس على بعض من تصرفات النظام. أما عندما يقوم الشعب كله وينقض على النظام من رأسه إلى أخمص قدميه، ومن عرشه إلى فرشه، هذه ليست احتجاجات، وليست يعني إن يعني هي عبارة عن
انزعاج في هنا أو انزعاج هناك، إنما هي ثورة شعبية حقيقية. رسالتنا إلى العرب أيها العرب، ينبغي ولزاما عليكم أن تساعدونا، لأن نصرنا نصركم ولأن فشلنا فشلكم، فهبوا إلى مساعدتنا قبل فوات الأوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.